فكرة شنو هو هي فكرة بسيطة كتمثل أننا نعرضوا للناس اللي ساكنين بعد على دارهم ولا كيقراو بعد على دارهم ولا خدامين بعد على والديهم باش كيفطروا معنا في واحد الجو عائلي مع الوالد ديالي والوالد والدار كاملين. الفكرة لقات استحسان عند الناس ولقات انتشار كبير اللي ما كنتش كنتوقعوا الحمد لله، لدرجة أنهم داروا أصحابي كاينين تونس جزائر داروا ناس من المغرب. هذيك السيده اللي كطيب واللي كتعجن واللي كدير واللي كدير لنا بزاف ديال الحوايج، فملي كتقول توحش طياب كتقول طياب الوالده، كتقول توحش تلسى مع الوالده، داكشي علاش الهارطاك سميتو عند الوالده. ملي قلتها ليها عجبها الحال حتى هي ورحبات بالفكره وقالت لي مرحبا اي واحد يقدر يجي. كنتمنى ان هذه الحمله تولي ثقافه وتولي سلوك يومي في حياتنا ماشي غير في رمضان.